وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قيل لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ فقال رحمه الله تعالى: إذا علم من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. ذكر هذا اللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة عن سهل رحمه الله تعالى.